متابعي قناة نافذة، أهلا بكم. ما تزال الحادثة التي قام بها جهيمان العتيبي لدى اقتحامه الحرم المكي سنة 1979، ما زالت هذه الحادثة محاطة بالكثير من الغموض الكثيف. ملابساتها وتفاصيلها تكاد لا تنتهي، والكيفية التي انتهت بها هذه الحادثة تعددت الروايات وتنقدت إلى حد بعيد في الكشف عنها. بيد أن شخصية جهيمان العتيبي المعتم عليها إعلاميا ما أن فكت تثير الغموض، وينظر إلى جهيمان من قبل بعضهم على أنه تائر. مشاهدينا الكرام، موضوع حلقتنا اليوم سيكون عن حصار مكة واقتحام الحرم المكي من قبل جهيمان العتيبي. تابعونا. مرحبا. مع بزوغ فجر غرة محرم من عام 1400 للهجرية والموافق ل 20 نوفمبر من سنة 1979 ميلادية، دخل شخص يدعى جهيمان العتيبي وجماعته المسجد الحرام في مكة المكرمة، وذلك لأداء صلاة الفجر، وكانوا يحملون نعوشا، وقد أوهموا حراس المسجد الحرام أن تلك النعوش تحمل موتى كانوا سيصلون عليها صلاة الميت في الحرم بعد صلاة الفجر، ولكن الحقيقة كانت غير ذلك. فهذه النعوش كانت عبارة عن توابيت خزنوا داخلها أسلحة نارية وذخائر. وما إن انفضت صلاة الفجر حتى قام جهيمان وسهره أمام المصلين في المسجد الحرام ليعلنوا للناس نبأ ظهور المهدي المنتظر، وأن هذا المهدي المنتظر الذي أعلنوه فر إلى المسجد الحرام من أعداء الله. ثم بعد ذلك قدم جهيمان إلى المصلين سهره واسمه محمد بن عبد الله القحطاني باعتباره المهدي المنتظر ومجدد هذا الدين، وقام جهيمان وأتباعه بمبايعة المهدي المنتظر، وطلبوا من جموع المصلين مبايعته أيضا. وبعد ذلك أوصدوا أبواب المسجد الحرام، فوجد المصلون أنفسهم محاصرين داخل المسجد الحرام، وفي نفس الوقت كانت هناك مجموعات أخرى من جماعة جهيمان المسلحة تقوم بتوزيع منشورات ورسائل وكتيبات كان جهيمان قد كتبها بنفسه. السعودية طلبت رسميا مساعدة فرنسا في حسم المعركة عسكريا. طاقم فرنسي مدرب من الوحدة الخاصة GIGN أرسل خصيصا للقيادة والتدريب والتخطيط للهجوم النهائي، يقوده الكابتن الفرنسي بول باريل، والذي ارتبط اسمه بعمليات أمنية في الشرق الأوسط والخليج. احتجز إذا جهيمان العتيبي وجماعته كل من كان داخل الحرم بمن فيهم النساء والأطفال لمدة 3 أيام، وبعد ذلك أخلوا بعدها سبيل النساء والأطفال، وبقي عدد من المحتجزين داخل المسجد. فحاولت الحكومة السعودية منذ اللحظات الأولى حل هذه المشكلة وديا مع جهيمان وجماعته، وكان ذلك بدعوته إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين والاستسلام والخروج من الحرم، إلا أن جهيمان رفض، فعطلت الصلاة والمناسك في البيت الحرام، وتبادل الطرفان إطلاق النيران. وبعد نفاد صبر الحكومة السعودية، تدخلت قواتها معززة بقوات الكوماندوز في هجوم استخدمت فيه تقنيات عسكرية جديدة لم يعهدها جهيمان وأتباعه. تم ضرب جميع المتمردين بالغاز، الذين خرجوا تم إطلاق النار عليهم، ومن بقي في الداخل كانوا سيموتون اختناقا. بدأنا الهجوم صباحا، ومع الظهيرة كان كل شيء قد انتهى. كان هناك عدد قليل من الناجين، كانوا 60 إلى 70، فسقط منهم عدد من القتلى من بينهم صهر، وشكل مقتله صدمة كبيرة لأتباع جهيمان الذين اعتقدوا أنه المهدي المنتظر وأنه لا يموت، فبدأوا في الانهيار والاستسلام تباعا، واستسلم بعد ذلك جهيمان أيضا. وفي 9 من يناير سنة 1980 ميلادية تم تنفيذ حكم الإعدام حدا بالسيف
في من تمت إدانتهم في هذه الواقعة حسب أحكام القضاء الشرعي السعودي، حيث أعدم ما يقارب 61 مدانا في مقدمتهم جهيمان العتيبي، وسجن 19 آخرون. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، وفي نافذة قادمة وموضوع قادم، أستودعكم الله وإلى اللقاء.